Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshaAllah azza wa jal, we will learn Surah Quraysh. First I will read word by word, then after that I will read the whole Surah. If you have any kind of question, you can ask in the comment section. Let us start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة قريش سورة قريش مكية مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا البيت هذا البيت الذي الذي أطعمهم أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.